خليك لي يا سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي يا سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا شيخشي ورا ما شيخشي اوه معك فينا اما تني شوف واش طيحتي على الكليب هذا شوف هذا اللي حدث لي والله ما كاينين 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 خليهم ليا يلا مالك جبديهم طوانك لا صافي راه عندي بالنسبه للجينواز اول حاجه
غادي نحتاجو الجينواز ديال هاد الكيك اللي غادي نحضرو مع بعضياتنا. بالنسبه للجينواز غادي نختار هنايا عندي 6 ديال البيضات على حسب الكيكه اللي غديرو. انا غادي ندير جينواز كبيره عائليه. هنا عندي 6 ديال البيضات كيف ما كتلاحظوا، عندي ساشي ديال 7 غرام ديال الخماره، عندي واحد ساشي ديال الزا فاني. هنا الكاكاو اختياري، اللي بغيتو ديروها بيضه تقدروا تعملوها بيضه، انا غادي نديرها بالكاكاو كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا عندي البنات كاس ديال السنيده، هنايا 200 غرام ديال الفورص الدقيق الابيض. انا خديت عبات بالجبانيه يعني زلافه كيف ما كتشوفوا، راه مغربل من قبل. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نديروا البيض في الاناء، غادي نهرسوا البيض ديالنا كيف ما كتلاحظوا البنات. غادي نهرسوا البيض ديالنا بالمساعده ديال الابنه ديالي، ضروري ضروري خصهم يديروا ايديهم في الكوزينه. يلا اجا محمد انت يا هرس. يلا ومن صافي. دابا البنات غادي نطربوا البيض ديالنا مع السنيده حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو اصفر فاتح. ديما تنقول هادي بغيتوا تطلعوا لا جينواز تنجح لكم. البنات غادي نطرب البيض السنيده حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو اصفر فاتح كيف ما تنقول لكم دائما. باش تنجح الجينواز خاص يكون البيض بايض مزيان مع السنيده وطالع مزيان. من احسن البيض كيف ما ديما تنقول لكم يكون ما يكونش في الثلاجه، يكون خارج الثلاجه لو بغيتوا تخدموا به اي طاقت اي كيكه اي حاجه. يلا البنات انا غادي نكمل التخلاط ديالي ديال البيض السنيده ونوريكم النتيجه كيف ما كتشوفوا البنات. هنايا البيض كيفاش تيجي هو السنيده تولي على شكل كريمي هكا طالع، كنبقاو نخلطو حتى تولي على هاد اللون. انا راه ناقصه هنا البيكاس، يعني واحد لابيكاس اللي هي باش تخلط ليها اسرع يعني ماكسيمال. دابا غادي نضيفو الفاني كيف ما كتشوفو، ساشي ديال الفاني ونستمرو في التحريك. ديال الفاني صافي. دابا البنات هنايا ضفت هاد الخماره الزا، ضفتها هنا مع الدقيق كيف ما كتلاحظوا معايا على هاد الشكل. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق على شكل تدريجي، نبدا بجوج معلقات بجوج معلقات وندخلو في وسط هاد ديال هاد البيض على هاد الشكل غيب شويه غيب شويه باش ما نخلط الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا. غندخلو فيه بشويه بشويه، نضيف نزيد جوج معلقات اخرين كيف ما كتشوفوا حتى نكمل 200 غرام ديالي ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا البنات. كيكا من بعد ما كنساليو الدقيق ديالنا كامل 200 غرام كامله، كنستمروا في التحريك. كنضيفوا الكاكاو 3 ديال الساشي ديال الكاكاو المر، الا كان عندكم هذاك ديال العبار كيكون افضل، هذاك اللي كيكون كحل هذاك كيجي رائع ان شاء الله. المهم انا غندير 3 ديال لي ساشي بهذا الشكل، نستمر في التحريك شويه بشويه صافي ماشي مشكل. قدم لك صافي. دابا البنات كنبقى نستمر نفس الطريقه اللي ضفت بها الدقيق، نستمر في التحريك. كتشوفوا البنات هذا هو الشكل ديال الكاطو، كنبقاو مستمرين في نفس الاتجاه كنخلطوا حتى كنحصلوا على هاد القوام لهذا الشكل. كنكون انا محضره ديجا المول اللي غادي ندير فيه الجينواز ديالي، انا اختاريت هذا المول الدائري عادي. دابا غادي نفرغ الجينواز لهذا الشكل
وغادي نديرها في الفران درجة حرارة 200 غير بشوية على نار مهيلة مزكا محمد، وطيب لينا شوية من التحت هذا باش نشعلو الفوق والتحت. البنات ديما كنديرو الحرارة الدرجة التحتانية. صافي البنات دابا انا غادي ندخلها الفران. كما كتشوفوا المرحلة الثانية البنات، هنايا غادي نحتاجو لا كريم فريش هاد هلالة مع كاس ديال الشوكولا نواغ. اول حاجة غادي ندير لا كريم فريش نص اترو، هذا راه اترو عندي، غادي نحتاج نص الكمية. ندير نصف الكمية ديال لاكريم ديالي، هاهي نصف لتر. غنديرها فوق النار البنات حتى تطلع فيها الغلية. كتشوفو البنات هنا ملي طلعت فيها الغلية، طلعت فيها الغلية. دابا غنضيف ليها كاس ديال الشوكولا النوع الممتاز البنات، وغادي نحرك حتى يذوب عندي الخليط مزيان، حتى يذوب لينا الشوكولا الكرة الأسود. وغادي نفرغها في الإناء اللي غادي نخليه يبات فيها. ضروري البنات هاد القضية خصها تبات بالنسبة على أولا هاد لاكريم فريش مع الشوكولا، خاصة ضروري أنها تبقى ليلة كاملة ثلاجة كنبغيو نستعملوها في الكيك ديالنا. هادي غادي نحتاجوها للتزيين البنات من غادي نبغيو نفينيو بها الكيك أو لا الجينواز ديالنا. دابا غادي نفرغها في هذا ديال الزاج وغادي ندخلها للثلاجة. نضيعو تا شي نقطة من الشوكولا نديرو كلشي. صافي البنات غادي ندخلها للثلاجة. غادي نغطيها اولا بالبابي السلوفان. هادو البنات غادي نغطيها بالسلوفان كيف ما قلت ليكم، وغادي نهبطو مزيان حتى لتحت باش ما يخليش ليا البرد. نهبطو لتحت هكا وغادي ندخلها للثلاجة. نقطع السلوفان ديالي هادي مرحلة مهمة البنات باش ما يدخلش ليها البرد. نحطها في القاع هكا وندخلها للثلاجة ليلة كاملة حتى الصباح ان شاء الله. نبغي نفيني بها الكيك ونطلعها. يلا البنات ما كتشوفوا البنات هذه هي الجينواز ديالنا طالعة شادة في راسها طيبة كيف ما كتشوفوا. غادي نحطها في التبصيل. شوفوا البنات من بعد ما قطعنا الجينواز، انا درت جينواز في الشوكولا اي جينواز بلونش. دابا غادي نديرو الفينيسيون. خليك ليلي يا فالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبلاك فين عاش تاني في الرزانة، كيف تقلب الحنانة
شخص شد عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. افهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا ضغطي خاف عليا وبلومش طول. وانا خليك لي يا غالي ونطير معك يا ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غالي ونطير معك يا ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. افهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا ضغطي خاف عليا وبلومش طول. خليك لي يا غالي ونطير معك يا ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غالي ونطير معك يا ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. افهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا ضغطي خاف عليا وبلومش طول. وانا ترجمة
معك هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا سالي ونطير معك هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا ترجمة نانسي قنقر.